في حكاية حصلت النهاردة. احنا عندنا مشجع اهلاوي عاشق للاهلي وعاشق للمنتخب المصري اسمه محمد. عنده ظروف منعته من الحياة العادية، ورغم ذلك يحرص على حضور مباريات الاهلي ومباريات المنتخب. ومحمد لما مصر كسبت الكونغو، محمود انا اسف، ولما كسبت مصر الكونغو فرح فرحة مش عادية، لدرجة ان الفيفا النهاردة الصبح قال ان دي احسن فرحة واحسن تشجيع لعام 2017. محمود كان حلم حياته يشوف استاد مختار التتش، واستأذن الكابتن حسام البدري الذي فتح دائما النادي الاهلي نادي كبير، نادي الوطنيه.